أسرانا، أنتم نبض الوطن وقضيتكم نبض ضمائرنا. أرادوكم أرقاماً فكنتم المعادلة، أرادوكم أجساداً مفرغة هشة فعانقتم بكبريائكم ونضالكم وعطائكم علياء السحاب، وكنتم للحرية عنوان. وطن وحرية، برنامج يقابل الوفاء بالوفاء ويمنحكم أسرانا منصة للانطلاق صوب الأمل والحرية. وطن وحرية كل خميس الساعة 7 مساء مع عبد الفتاح دولي، ويعاد يومي الجمعة والاثنين الساعة 3 عصرا. يا ظلام سجن خيم، نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. وصار فجر الحرية أقرب، وصار عمر الاحتلال أقصر، فأنتم أيها الشعب الفلسطيني العظيم، أيها الأسيرات والأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، يا أحرار العالم، يا من تؤمنون بقضية شعبنا الفلسطيني، ونحن نطل عليكم في هذه الحلقة من وطن وحرية في هذا الظرف المختلف عن كل الظروف السابقة، هذا الظرف الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى حرب إبادة وتطهير عرقي تطال كل شيء، تقصف البيوت على رؤوس سكانها الآمنين، تقصف المساجد ودور العبادة والمستشفيات، تقصف الجامعات والمدارس، تقصف كل ما يتحرك في قطاع غزة، تقتل الأطفال، تقتل الشيوخ وتقتل النساء، تقطع الماء والكهرباء والغذاء، وتقطع الاتصال، ويظل صوت الشعب الفلسطيني أعلى من كل هذه القذائف والصواريخ التي زودت بها أمريكا هذا المحتل المجرم ليمارس هذا القتل بحق شعبنا الفلسطيني. تحية لكم أيها الشعب الصابر، وأنتم تواجهون آلة القتل بكل إرادة وعزيمة، فهذه الدماء التي تسفك في غزة وفي فلسطين لن تذهب هدرا، وقد أوصلت رسالتها واضحة للمحتل وللعالم. لا يمكن لقوة في الدنيا أن تكسر إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب حي ولا يزال يمتلك الإرادة والصمود والأدوات والوسائل ليدافع عن نفسه وحقه ووجوده في أرضه، وهذا الاحتلال إلى زوال. مستمعينا مشاهدين الأعزاء، أسيراتنا، أسرانا، كل من يتابع الأحداث في فلسطين، كنا في هذه الحلقات نقف دائما على قضايا الأسرى لنكون صوتهم كما عهدناهم وكما وعدناهم وكما قطعنا عهدا ووعدا على أنفسنا، ولا نزال كذلك. فاليوم وفي ظل هذا العدوان الكبير، أول من تعرضوا لعدوان واستهداف هم الحركة الأسيرة. في هذه الحلقة الخاصة التي نستضيف بها أسيرا مناضلا محررا مقاتلا نعتز ونفتخر به، محمد زغلول أبو فيروز، أهلا وسهلا فيك في وطن وحرية. حياكم الله. يعني كانت هذه الحلقة الخاصة للحديث عن تجربة نتشرف ونعتز فيها أخي أبو فيروز الحبيب، ونحن في غاية السعادة والشرف أنك أنت اليوم موجود بيننا حر، لم نعد نتحدث عنك أسيرا، والقادم سنتحدث عن كل أسرانا وهم معنا وليسوا أسرا. لكن اليوم سنخرج عن موضوع الحلقة الذي كنا أو أردنا أن نتحدث به لنتحدث في هذا الوضع العام، ونربط ما يحدث في ساحتنا الفلسطينية مع ما يحدث في ساحة السجون. وفي اعتقادي اليوم هناك أمل كبير داخل السجون، وكأننا نراهم جميعا أحرار في القريب العاجل. أبو فيروز أهلا وسهلا فيك في وطن وحرية. حياك الله. أهلا وسهلا أبو فيروز، استقبلناك حر
بعد عديد السنوات الطوال انتظرناك تكون بيننا وانتظرنا هذا الصوت تكون بيننا، حملت تجربة طويلة معك ما قبل الاعتقال وما بعد الاعتقال، حررت رغما عن هذا السجان بعد أن أنهيت حكمك، واليوم نتابع وإياك بطولة جديدة لشعبنا الفلسطيني رغم حجم الوجع ورغم الاستهداف ورغم ما يعانيه شعبنا في الضفة واليوم في غزة وحجم الدمار والقتل الكبير. كل ذلك له بداية تداعياته على الحركة الأسيرة، وأنت صاحب تجربة، كيف تصف لنا حال السجون والحركة الأسيرة الآن، خاصة أنهم جزء من هذا الاستهداف والعدوان؟ في البداية قبل أن أتحدث عن الحركة الأسيرة لابد أن أوجه تحية وقبلات حارة لمن فكر وخطط ونفذ وأصدر أوامر لهذه العملية البطولية التي أعادت الاعتبار لشعبنا وأعادت له كرامته وأثبتت للعدو بأنه ليس أسطورة وبأن شعبنا لديه إمكانيات، هذه الإمكانيات تخرج في وجهه براكين ونار، تنفجر في وجهه قنابل وتحط في صدره رصاصات حتى يذهب عن أرضنا. وهذا ما أثبته شعبنا أبو فيروز ومقاومتنا، قالوا عن نفسهم الجيش الذي لا يقهر، وعمدوا على مدار كل سنوات الاحتلال على قهر الشعب الفلسطيني، لم يقهر الشعب الفلسطيني وقهر من قال عن نفسه أنه لا يقهر. تجربتنا مع الاحتلال الإسرائيلي فيها بطولات ناصعة وواضحة. أمام مواجهاتنا مع الاحتلال الإسرائيلي كان الاحتلال يصر، ودليل على ذلك العمليات البطولية التي نفذها مطاردون في الضفة الغربية أمام جنود الاحتلال، كانوا يجبنوا ويصغروا. الفارق الوحيد الذي بيننا وبينهم أنهم وراء متاريسهم وطاراتهم ومدافعهم ينتصرون علينا. اليوم وبالأمس القريب شاهدنا لوحة جديدة من تاريخ شعبنا وتاريخ مقاومتنا، هذه اللوحة ستصبح لوحة فارقة، محطة فارقة ما بعد العملية وما قبل العملية. الاحتلال إلى زوال، وما سيدفعه شعبنا ثمنا لهذه العملية هو ثمن باهظ، ولكن الشعوب عندما تقاوم يكون لديها الاستعداد أن تضحي، ونحن شعب لدينا الاستعداد أن نضحي ونقدم الغالي والنفيس في سبيل وطننا، في سبيل حرية شعبنا. وهذا ما نشاهده في الوقت الحالي عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبتصريح أمس أعلنوا الحرب على غزة وعلى شعبنا. هاي بخبرتك حكومة وحدة وطنية يعني حكومة حرب القصد؟ لا، حكومة حرب مش حكومة وحدة وطنية. الحكومة اللي صاغت البيان تاعها امبارح وعقدوا مؤتمرها بالصحفة على إنقاذ شعبنا في غزة، حاولوا أن يصدروا للعالم بأنه حماس كداعش من أجل أن يرتكبوا مجزرة. الإسرائيليين امبارح نتنياهو وجيلاند وغانتس حكوا بصريح العبارة أن الحرب بكرة بدها تبلش، معنى هذا حكي أنه الألف شهيد اللي سقطوا خلال خمسة أيام هذا مش محسوبين. إحنا بنقول كالتالي، العملية اللي صارت عملية بطولية وفيها من الإنجازات ما هو ما وراء الأسرة. العملية اللي صارت مش بس أسرة ولا حفاك حصار، راح تفتح أفق سياسي جديد وفريد من نوعه أمام شعبنا وأمام قيادتنا الفلسطينية سواء في الضفة أو في غزة. هذا الحكي الإسرائيليين بعقليتهم النازية التلمودية التوراتية بيحسبوا حسابات ثانية، بدهم يدفعوا شعبنا ثمن هذا الحكي ويحكوا لشعبنا بأنه عمليات من هذا النوع ممنوع تتكرر، عشان هيك بيخوفوا شعبنا. أخي فيروز، أنت يعني بحثت في الشأن الصهيوني والتلمودي والعقلية الصهيونية، كيف بتفكر اليوم هاي العقلية؟ أنا أول إشي بحمد الله بشكره أنه اليهود بيفكروا بالطريقة اللي بيفكروا فيها، لو ما بيفكروا بالطريقة هاي إن كان إحنا ضعنا. اليهود بيفكروا بشكل طماع وجشع، مرتكزين على النصوص التوراتية والتلمودية اللي بتحكي في جزء منها في حروبكم بأوامر الرب اللي هم بيدعوا أنه الله سبحانه وتعالى أنه لما تدخل حرب
ما تبكوا إلا على الصغيرات التي لم يعرفن مضاجعة الرجال. شو معنى هالحكي؟ أنه مطلوب منك بأمر من الرب أنك تقتل الغنمة والبقرة والجمل والطفل والشيخ والعجوز والمرأة. ما تبكي إلا على البنت الصغيرة التي لم تضاجع مشان يقضوها السبايا. هاي عقليتهم، عقليتهم عقلية السلب والنهب والسلب والنهب والسلب والنهب. عشان هيك أمام ضعفنا اللي احنا مرينا في فترة ضعف سياسيا وعلى أرض الواقع، أمام ضعفنا لو الإسرائيليين تعاملوا بحكمة إن كان حنضنا، بس احنا بنحمد الله أن الإسرائيليين فيهم الجشع والطمع اللي دفعهم لممارسة كل أنواع الخروقات الإنسانية بحق شعبنا، اللي تفجرت في النهاية في عملية بطولية بهذا الشكل، 1000-2000 مقاتل ينزلوا استشهادية على غلاف غزة ويرجعوا وكأنه ما صار شيء. يعني وكأنه الإسرائيليين بمستوطناتهم بجيشهم هم نمر ونورك، المقاومين ذهبوا إليهم ولم يجوا ذا النمر، حركوا وروحوا. يعني أبو فيروز، إحنا على هذه العقلية يعني القادم على غزة وعلى فلسطين في الأيام القادمة سيكون أشد إجراما وعنفا، لكن إن شاء الله النتائج راح تكون لصالح فلسطين. بجابك على الصلاة بترك عسية. سمعت أكثر من صوت بيحكوا أنه غزة عليها العوض. اللي أنا بقوله أنه الإسرائيليين في الوقت الحالي بدهم يدفعوا غزة ثمن، ولكن في النتيجة النهائية لا إسرائيل ولا بريطانيا ولا كل الاحتلالات اللي مرت على شعبنا قدرت تنهي شعبنا أو تبيده أو تفقده همته على مقاومة الاحتلال. راحين يعني في خلال الأسبوع الأسبوعين القادمات راحين الإسرائيليين يرتكبوا مزاجة وفضائع في غزة وفي الضفة الغربية، في شهداء في الضفة الغربية، المستوطنين يعيشوا في الأرض في الضفة الغربية. ومن هون أنا قبل ما أجاوب السؤال بوجه نداء لكل مقاوم في الضفة الغربية أن يمتشك سلاحه ويقف حاملا سلاحه في وجه المستوطنين والجنود، لأنه هذا واجب كل واحد يستطيع أن يحمل سلاح في الوقت الحالي، ولا ينتظر مرتقبين ماذا يحدث في غزة. فواجب شباب الضفة هو كواجب شباب غزة، وكلياتنا لوحة واحدة، وتوحيد الساحات مطلوب في الوقت الحالي بشكل عاجل على أساس أنه نخفف عن شباب عن أهلنا في غزة. ولربما أخي أبو فيروز يعني أنه هذا لكن الانفجار، لكن في قضية الإسرائيليين مهما ارتكبوا في غزة لن يستطيعوا أن يحققوا هدفهم من مهاجمة غزة، فقط انتقام، وغير الانتقام ما في إيديهم. يعني على سبيل المثال 150 أسير هذو الأسرى اللي موجودين عند المقاومة في غزة لن يستطيع الجيش الإسرائيلي ولا الجيش الأمريكي أن يصل إليهم. أهداف الحرب في الوقت الحالي أنهم يرجعوا الأسرى ويقودوا المقاومة وينهوها. امبارح بيحكوا أن نمسحها عن الوجود، مش راح يقدر. بالضبط هاي تصريحات، بالضبط أنا بترجيني تصريحات 2006 2007 لما اجتاحوا لبنان و و و و و وفي النهاية تقهكروا ولم يحققوا أي مطلب أو هدف من أهداف الحرب، وإن شاء الله أنهم يفشلوا ويعودوا إلى قواعدهم مقهورين لم يحققوا أي شيء. ولذلك يعني كما قلت يعني راح تأخذ الشكل الانتقامي وفي الآخر راح يطلعوا مهزومين، وهذه ثقتنا بشعبنا. اللي بدي أقوله أبو فيروز إنه على ما يبدو إنه الميدان اليوم توحد على مدار الفترات السابقة منذ اعتلت حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير الحكم، أعلنوا الحرب على الشعب الفلسطيني بس يعني كثفوها في الضفة وحاولوا تحييد غزة. اليوم غزة دخلت في نفس في ذات المربع، الكل توحد اليوم في مربع المواجهة. في تركنا على الوحدة، وأنا بحكي هذا الحكي وأنا قارئ للمستقبل. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال غزة دخلت جولة مشرفة في لبنان، في الوقت الحالي عملهم بطل شوي يعني دخول على استهياء. في الضفة الغربية في هناك اشتباكات تحدث كل يوم ولكن مش بالكثافة المطلوبة. أنا شايف المستقبل أنه إحنا رايحين نرجع لإشي أكبر من
انتفاضة الأقصى، ولكن بده وقت هذا على أساس الأمور تدار صح. إحنا أملنا في الله كبير وشايفين الإسرائيليين شو بسووا. يعني أقول لك شغلة، في الضفة الغربية ما في مقاومة مثلا، سلوك المستوطنين والجيش بيخلي الولاد الصغار يطلعوا قاومه. إحنا مدفوعين على المقاومة اللي بتشرفنا، بس ما في عندنا خيار غير المقاومة. وكل هذه المعركة دفعنا إلها هي نتيجة المجازر المستمرة، مجازر بن كفير وسموتريش، يعني وهم قادونا لهذا المربع، فكروا إن إحنا بنقدرش، فاكتشفوا إنه ظلوا يضغطوا فينا وإحنا. يعني بن كفير وجيشه والحرس تاعه بدخلوا على القدس وبيعتدوا على النساء. إيش الشعب الفلسطيني عنده خيارات؟ فيش خيارات غير المواجهة. غير المواجهة، وما في غير المواجهة. وإحنا بصراحة منديل أو الشرب تاع بنت أو امرأة يستصرخنا ويستنفرنا إلى حرب جميعنا نفنا من أجلها. طيب كيف الأقصى أخي والشعب؟ أبو فيروز، كمان من ضمن أهداف أو اللي كانت مستهدفة من قبل هاي الحكومة وتحديدا هذا المجرم المدعو وزير الأمن الداخلي بن كفير، أول ما بدأ هجم على الحركة الأسيرة. شو تداعيات ما يحدث اليوم على الحركة الأسيرة؟ كيف المشهد داخل السجون؟ يعني كمان الهجمة اليوم اشتدت. أول شيء بن كفير في سلوكه هو يعني يسلك السلوك الانتخابي. بن كفير لأول مرة بكون في الحكومة وفي الكنيسة، هاي الانتخابات السريعة، نجح في الانتخابات، بده يحكي لجمهوره أنه أنا قادر أني أعلم وأدي الفلسطينيين. إذا أقول للفلسطينيين بكون من خلال الأسرة، عشان كل الأسرة عند بن كفير وسموتريتش هم هدف من أجل أن يجتازوا بهم الانتخابات القادمة. نعم. وهذا الحكي شفناه، يعني شفناه قبل العملية وشفناه بعد العملية. قبل العملية من حد ما كان بن كفير وزير الأمن الداخلي اتخذ إجراءات الخبز والحمامات والكانتينة، قوضنا فيها وبنفس السجن. ما بعد العملية ما في عند اسمه بن كفير أي إمكانية إلا يهاجم الأسرة. عشان هيك هسه في الوقت الحالي يعني تواصلنا مع الحركة الأسيرة خلال الأسبوع السابق. بن كفير ومصلحة السجون العامة في إسرائيل أعادت الحركة الأسيرة إلى السبعينات. يعني سحبوا كل شيء. ما هم مفهوم السبعينات أن الأسرى في الوقت الحالي يعيشون حياة الأسرى الذين كانوا يعيشونها في السبعينات قبل تشكل الحركة الأسيرة وأيام سحبوا كل الإنجازات. ما في فورة، ما في حمامات إلا بالمقطع، المي حتى مي شرب بقطعوها بجواها بقطعوها بجيبوها، تفتيشات عنيفة، وحدات متكررة، كلاب. يعني المقصود أنه الحركة التي في الوقت الحالي تتعرض لأشرس هجمة مرت على الحركة الأسيرة من 70 لهسه. إلا أن من وجه التحية والإكبار والتعظيم للحركة الأسيرة، واللي هم مش رحين يسمعون في الوقت الحالي لأنه ما في عندهم راديات وتلفزيونات، وبنقولهم أنه في الوقت الحالي أنتوا مش إن شاء الله يفرج عنكم، إن شاء الله أفرج عنكم وخلص. ما لدى المقاومة في الوقت الحالي يفرج عن الأسرى جميعا، وهذا مفهوم تبييض السجون كان حلم عندنا من 70 هسه. يا شباب هذا واقع، السجون راح تبيض رغم عن أنف العدو. أنا حكيت للشباب سووا معي لقاءات، حكوا لي أسير محرر. لا مش محرر، أنا أسير حر، أنا مدت محكوميته 5000 الفرق هم اللي سيحرروا، سيحرروا وأقدامهم على رأس السجان. رغم عنف السجان سيتم تحريرهم شهر أو شهرين بكثير. الحرب اللي بدها تصير 15 يوم 20 يوم شهر، بعدها في هدنة، بعد الهدنة على طول يتم عقد صفقة تبادل أسرى، والجيوش والحامل الطائرات والوحدات الخاصة الإسرائيلية كله على بعضه ما بقدر يصيب بصار جندي إسرائيلي عند المقاومة. عشان هيك هتول في أمان، وإحنا ثقتنا فيهم عالية وإمكانياتهم عالية، وسيحققوا صفقة مشرفة يبيضوا فيها السجون ويتم الإفراج عن المساجين الموجودين في الصومال مش بس في إسرائيل. يعني الضغط اللي بتعرض له الحركة الأسيرة اليوم راح يعني يكون
ترقب الأسرى وثقتهم بصفقة قادمة حيهون عليهم كل أحكي بالمشرمح كل. الله بعينهم على شهرين مهم رحيم رحيم يعني وكلنا في يعني بنعيش هذا الأمل. بنتمنى أنه يكونوا مهربين لهم راديو شغل عملة اللي يقدر يسمع ويتابعوا هم حولوا السجون والغرف لزنازين أبو فيروز. كل السجون هسه زنازين ما في فرط الغرف ما فيها حمامات بيفتحون كل مين ثلاث والفيها حمامات بيقطعوا الماء عنهم يعني ما قدروش يواجهوا المقاومين في الميدان راحوا على الأسرة داخل السجون وعلى شعبنا المدنيين الآمنين بيحاولوا يستفزوا الأسرة من أجل أن يتعرضوا لهم وأن ينكلوا بهم والأسرة في الوقت الحالي هم عرضة للتنكيل بيبحثوا عن أسباب من أجلهم ينكلوا ويأذوا خاصة الأحكام المؤبدة والعالية. طب أبو فيروز هذا أخذني لقصة مهم مش مهم نحكي فيها أنا وياك. طب واحد زي الفسفوس كايد نتوجه له بالتحية مضرب عن الطعام في ظل هيك ظرف الأسرة الحالات الصعبة رفاعي وليد اللي ممكن كمان حياتهم معرضة للخطر الأنظار اليوم كلها بعيدة كيف التعامل معهم ومن الحكمة مثلا ظل أسير مضرب ومنقدرش نقول له لا وصلت كل هاي المرحلة المتقدمة يعني هذا كمان كله في الوضع مش طبيعي. أول شيء حق أسير المضرب أنه هو يكرر ليش؟ لأنه هو صاحب الحق في أنه يقدر الموقف. صحيح. أنا واحد يعني طالع من السجن جديد بعرف أنه وتقدير الموقف أنه في الوقت الحالي السجون سيتم تبييضها سيتم الإفراج عن الجميع. في الوقت الحالي ما في داعي أنه حد يكون مضرب عن طعام. وغير هذا الحكي الإضراب عن طعام في الوقت الحالي هو مبرر للعذاب والتنكيل فيه عشانك أنت مضرب عن طعام مشان تسوي صفقة مشان توقف على شهرين ثلاث يا عمي أنت مروح مروح. أنا بوجه نداء لكل الشباب المضربين عن طعام أنهم يعيدوا النظر في قرارهم مش يوقفوا إضرابهم يعيدوا النظر في قرارهم ويأخذوا بعين الاعتبار المعطيات الجديدة. إحنا تجاوزنا مفترق طرق جديد في تاريخ شعبنا 48 هسه ما مرنا في الحال المرور فيها في الوقت الحالي أنه المقاومة يكون عندها 150 كلب أسرة يجب أن يتم الإفراج عن جميع الأسرة في السجن من أجل أن يفرج عنه. أبو فيروز أنت عندك تجربة اعتقالية طويلة أنت مش هذا الاعتقال الأخير هو الأول يعني أنت عندك اعتقال سابق كمان أطول. أجواء لما بيكون في رهائن إسرائيليين أسرى مخطوفين لدى المقاومة كيف بتكون الأجواء؟ أجواء الصفقات في السجون والتبادل كيف بتكون؟ هي القضية أنه هاي الأجواء ما بتخلي الأسرى يناموا بصير في ارتباك يعني لا نومهم منظم ولا صحيتهم منظمة على واحد أو اثنين أو احتمال والأسير يعيش من الأمل. يعني كريميوس قضي 40 سنة ما قضي 40 سنة هو بعرف أنه بده يقضيهم. أنا قضي 27 سنة لو بعرف أنه بده قضي 27 سنة ما قدرت أصمت. في أمل أنه سنتين ثلاث أربع خمسة في الوقت الحالي اللي بيعيشوه الأسرة أنا ما بقدر أتخيله. ذكرتني في أبديش قاطعك ذكرتني في أبو القسام مروان البرغوث القائد الحبيب نتوجه له في كل التحية. اعتقلنا إحنا والحمد لله أنهينا حكمنا وروحنا في المرة الأولى اللي شفنا فيها أبو القسام كان كلنا 5 سنين مستحيل 5 سنين وإحنا كنا نعيش على أمل 5 سنين 5 و5 و5 وروحنا خمسة طيب. وكان الأمل حاضر وجاهز ربما الآن جاءت مش أملها حقيقة. حقيقة إحنا في حقيقة أن الأسرة شهر شهرين مروحين هاي حقيقة وأنا مسؤول عن كلامي. عايشت لحظات زملاء اتحرروا في وقت صفقة؟ كيف الأجواء؟ في الأربعة وتسعين لما ربحوا لما أجيت السلطة وروحنا كنا احنا 8 شباب في الغرفة اجوا حكولنا من خلال الأبواب القدر فارس أنه في 400 مروحين و 400 ضالين. أنا كنت بحكم 14 سنة فتوقعت تكون من اللي ضايلين. حسبنا عندنا إحصائيات حسبنا أنا رقم 200 من تحت يعني مروح. اجوا 7 شباب في الليل قعدوا معي وحملوا رسائل وتوصيات وأبصروا كل هذا الحكي سلامات وزيارات. اجت الإفرازات نمت لحالي في الغرفة السبعة روحوا ظلت لحالي. كانت هاي لحظة حلوة ولحظة صعبة لأنه اللي بنعيشه في الوقت الحالي أحكي لك بصراحة
أنا هسه بعرفش أنام. أنا هسه برا سجن مع أهلي وأسرتي وما بقدر أنام من هول المشهد. مشهد مشهد المقاومة المشرف، وكمان أنا بضل أطلع على الحركة الأسيرة الزون. أنا هذيك مرة بحكي نجاح بقول لها جاهزة حالك تروح تداوم مع نتنياهو مشان في نادي الأسير الإسرائيلي. إشي ما كنا نتخيله. أبو فيروز التقدير أكثر من 200 أسير إسرائيلي؟ أنا ما بتعامل بالتخمين والتقدير، أنا بتعامل مع معطيات. يعني هم قدروا الإسرائيليين 200، المقاومة قالت عنا عدد كبير. المعطيات كالتالي: الإسرائيليين امبارح جيش الدفاع الإسرائيلي اللي هو جيش الاحتلال الإسرائيلي حكى عن 60 جندي. يعني أعلن إنه في 60 أسرى جنود فقط. جنود. بدناش بكي. وضباط دير بالك كمان. في عندهم جنرال. جنرال. نمرود اللي بيحكي إنه بده يروح على كذا في شوارع غزة وسوريا. هي بكذر في البوكسر هسه. هي بكذر وبنفس المشهد اللي اعتقلوا فيه عديد من قياداتنا ومناضلينا. وفيها هون قضية أنا بحب أحكيها. أنا واحد من الناس ديمقراطي وميال إنسانية. المشاهد اللي شفناها أثناء العملية اللي صارت فيها بعض المبالغات من الدعس على ركاب الجنود هميتين وشوية عنف، بس ما ينسوا أهلنا وشعبنا أنه في عنا مشاهد مقاومين عرينين ومقتولين وهم مثلوا في الجسد وجندي عماله بيضرب في الجسد في بطنه وبيطلعوا بالسيارات عليهم وبيطلعوا السيارات عليهم. يعني حالة التنكيل بشعبنا ما بتصل لأشر من حالة التنكيل اللي احنا من المرسل بنقصف طفلة ابو فيروز. يعني انت طب يعني انت مش بتنتقم يعني من مقاتل، من شبابنا ومن اهلنا انه ما يكونوا صليب احمر في قصة. هاي حرب بتاكل اخضر واليابس. جندي اجا خبط على راس جندي، مش هذيك القصة. اطلعوا على الفرش وما لهم بيسووا على النساء، اطلعوا في كل شيء ما لهم بيسووا. مرة جاي تصلي بنزلوه على الارض وبنزلوا عن الشرب. هاي كانت كل ما انت شفته في اثناء العملية صارت. عشان كفى ان نكون صليب احمر وان نتخذ موقف صح. لو قدر للحركة الاسيرة انها تقول كلمتها اليوم، بطلنا نستقبل بيانات لجنة الطوارئ ولا الأسرة بفعل الضغط اللي هم موجودين عليه، شو ممكن يقولوا اليوم لشعبهم؟ بيحكوا لشعبنا كلمة جملتين، جملة للمقاومين اللي نفذوا يقبلوا رؤوس وأيادي المقاتلين الذين نفذوا عملية، ويقول لشعبنا بأننا على العهد باقون وسنخرج من السجون ونقوم في أعمال المقاومة كما كنا. بالمقابل أبو فيروز، إحنا تعودنا أنه في الضغط على الحركة الأسيرة أنه نقوم باللي بنقدر عليه. يعني إحنا حتى اليوم ببرنامجنا مش قادرين نقفز عن الوضع ما يحدث في الساحة الفلسطينية. شو بنقدر نسوي اليوم في ظل الهجمة عليهم، ولا بعيننا الله إحنا كمان وبعينهم الله نستنى هالشهرين؟ أنا فكرت في الموضوع هذا كويس، أنه مثلا نرتب لخروج المظاهرات ومسائر من أجل الوقوف مع الأسرى. لكن بشكل عقلاني المفروض في الوقت الحالي الضفة الغربية تتحرك للوقوف أمام غزة، إلى جانب غزة وليس إلى جانب الحركة الأسيرة، لأنه اللي بيصير في الحركة الأسيرة هو نتيجة اللي صار في غزة. ومليون مظاهرة مش راح توقف بن غفير وسموتريش عن القيام بالأعمال التي يقوم بها. بس هم قاعدين بيقدموا فينا للعالم، شوفوا شو عملوا المقاومين الفلسطينيين وشوفوا مش طب ما أنت مستهدف أسير جوا سجنه بأبشع من مطلوب من الإعلام الفلسطيني أنه يتبوء موقفه مكانه في سبيل اللي هو نقل الصورة الحقيقية للإعلام العالمي. وللأسف الشديد إحنا أمام الحالة، حتى الإعلام تانا منذهل من قصة وما بكون في واجبه اتجاه الأسرة بشكل مطلوب. يعني لغاية الآن العالم ما بيعرف أن الأسرة في الوقت الحالي ينكل بهم. لا ما الإعلام الأجنبي، الإعلام الفلسطيني اللي متعدد باللغة الإنجليزية، تفضلوا احكوا، وصلوا للعالم، وصلوا لأمريكا لبايدن اللي بيحكي أنه حماس كداعش وأعمالها كداعش، وصلوا أنه بن غفير عمله بداعش وعرس الأسرة. صحيح. هذا مطلوب أنه إحنا
يكون في عندنا منبر يصل لأوروبا وأمريكا يعبر عن الحالة بشكل صحيح. وهذا مهم. أبو فيروز من ضمن المستهدفين، طبعا كل شعبنا مستهدف في غزة وهم لا يفرقوا بين أحد، بس إذا تابعت بداية الأحداث وبداية جولات القصف الأولى، أول ما قصفوا العمارات السكنية اللي فيها الأسرى المحررين، واستشهد عدد من الأسرى الزير الله يرحمه من بيت لحم، وعدد من الأسرى اللي كانوا موجودين في شققهم، هي كانت العمارات الأولى اللي قصفت. تعتقد أنه هذا كان مقصود وموجه أنه يبدأوا في هاي الأماكن؟ هون في قضيتين. قضية الأولى، ما في شيء صدفي عند اليهود والإسرائيليين، يعني أي عمل بكون فيه بكونوا عارفين شو بسوا. القضية الثانية اللي بحرك الإسرائيليين في سلوكهم العسكري عقليتهم. الإسرائيليين ما في عندهم عقلية تسامح، يعني حتى الأسرى المحررين اللي روحوا في سابق 85 إذا بقدر دفعهم ثم دفعهم. الإسرائيليين في سلوكهم الانتقامي ما بنسوا، ومسجلين على ورقة كل شيء، أي حد بقدر يسلوا بيصلوا له. حتى هاي القضية بتخوفني، أنه في الوقت الحالي لما يتم الإفراج عن 5000 أسير، الأسرى اللي عندهم دم على اليدين زي ما بيحكوا، اللي هم الأسرى اللي أوقعوا خسائر في صف الاحتلال زي إبراهيم حامد وصالح حماد والقائمة طويلة، أنا بفكر أنهم روحوا الضفر وما روحوش. وهذا اللي بدي أسألك إياه، أنه يعني إذا روحوا الضفر بعد الشباك سير يشغل فيهم سبع بلدي أو ديهم جسي صفقة شريط عاد اعتقال عدد كبير من الأسرى. هذا اللي بدي أسألك إياه، أنه إحنا واثقين أنه المقاومة حتعمل صفقة وتحرر الأسرى، إلى أي مدى يعني راح تقدر تتحكم أنه يكونوا في أماكنهم؟ يعني ممكن أن يكون في الأغلبهم مثلا في غزة إبعاد، ما لدى المقاومة من ولا هذا كلام مش مهم، ما لدى المقاومة من غلة يفرض عن الأسرى بدون شروط، بدون شروط. ولكن طريقة إبرام الصفقة هي من ما يحدد أين يكونوا وما هي الحصانة. وأنا بوجه تحية للمقاومة ومن يقف على رأس المفاوضة اللي بده يقف على رأس المفاوضة، أنه الصفقة تبرم مع الإسرائيليين المصاروة الأردنيين والصليب الأحمر وطرف أجنبي، من أجل أنه حماية الناس بدهم يروحوا. وأنا بتصور أنه المقاومة الفلسطينية منتبه للقضية هاي والنقطة هاي، ومن باب التذكير نحكي بالموضوع. أبو فيروز، سمعت الأمريكان بيقولوا عنا عدد كذا من الأسرى، فرنسا عنا عدد كذا من الأسرى، طبعا مش عارف شو هم جايين يسووهان، إذا هم فرنسيين ليش حاملين السلاح وقاعدين في مستعمرات؟ بس هم بتعامل معهم مثلا مواطنين أمريكان وفرنسيين، شو ظروف هدول ضمن الأسرى الموجودين في غزة ولا الكل سواء؟ لأنه صح معه أمريكي بس هو 100% مع يعني هو إسرائيلي. يتم التفريق. أنا يعني هون نفرق بين المدني والعسكري. معظم العساكر أو مش معظم، في نسبة كبيرة من العساكر الإسرائيليين معهم جنسية أمريكية وفرنسية. في فلسطين المحتلة ما في جنسية أمريكية وفرنسية لمن يحمل سلاح من الإسرائيليين. هذول جنسية إسرائيلية وجندي إسرائيلي، ويقع عليه ما يقع على الجندي الإسرائيلي. حتى إذا في هناك جنسيات أمريكية تؤخذ بعين الاعتبار بما ينسجم مع الموقف السياسي الأمريكي، اللي أصلا مش ماخذ بعين الاعتبار استحقاق شعبنا في المقاومة، اللي هذا حق شعبنا في المقاومة وشعب في المقاومة تقرير مصير اللي صاغ البند هذا، اللي هو الرئيس الأمريكي السابق. الرئيس الأمريكي السابق حكى أنه حق الشعوب الدفاع عن نفسها وتقرير مصيرها، إحنا بنطبق في القانون الدولي اللي أنتوا سقطوه. في النهاية بايدن بيجي بيجب علينا وبيحكي أنه هاي الأعمال الإرهابية وإحنا ندافع عن نفسنا. شكل المرحلة القادمة أبو فيروز من وجهة نظرك من رؤية ستكون مختلفة اختلاف كلي عما سبق، لصالح الشعب الفلسطيني. لصالح الشعب الفلسطيني طبعا. في المدى القريب والقصير المدى شعبنا راح يدفع ثمن. في المدى الطويل الإسرائيلي في الوقت الحالي فهم، والأمريكي فهم، والأوروبي فهم أن شعبنا لديه من الإمكانيات ما يوجع فيها العدو، ويوجع من يريد أن يوجع، ليس فقط العدو الإسرائيلي.
المشهد وانت قلته بحب اختم فيه معك، المشهد على صعيد الأسرة القادم اللي احنا راح نشوفه، يشوفوا شعبنا فيما يتعلق بأسرانا الفلسطينيين الأبطال وأسراتنا الماجدات داخل السجون. أنا في الوقت الحالي بفكر ما بعد اللي فرض على الأسرة، يعني هذا اللي هو هذا المشهد، بفكر في أنه أول أسير فلسطيني بده يكون بعد الإفراج، لأن السجون كلها راح تبيض. المشهد هو مشهد احتفالي، عرس وطني فلسطيني، نحن نحكي عن أي شيء عرس وطني. في الوقت الحالي احنا بننتظر عرس وطني حاجد وشامل يعم الاراضي الفلسطينيه في الضفه والقطاع و48 والقدس المحتله. فلسطين ما مرت ولا عاشت عرس بهذا المستوى، فقط قضيه واحده او حدث واحد يفوق الحدث القادم، انه ارضنا تتحرر. واحنا على امل انها تتحرر، واحنا واثقين، احنا مش على امل، يعني خلص بات هذا الامر حتمي. ولذلك اخي ابو فيروز هو الفلسطيني، وكتب وجزء مما كتب الكاتب الفلسطيني الكبير ابراهيم نصر الله، يقول ان ما يحدث لا يرسم صورة الفلسطيني بقدر ما يؤكد صورة ثابتة لشعب مقاوم اعلن ثوراته المتعاقبة وخاض معاركه في أصعب الظروف، وفجر انتفاضته الانتفاضاته المتلاحقة، وقاتل في أصعب الظروف، وابتكر أشكال مقاومة متعددة في تنوع خلاق. هذا التنوع الخلاق مفاجئا نفسه ومفاجئا الأصدقاء والأعداء والأصدقاء المتباكين عليه ومن أعدوا أنفسهم للخروج في جنازته، فماتوا وظل هذا الشعب حيا، وسيظل هذا الشعب الفلسطيني حي. أخوي أبو فيروز كل التحية والتقدير والفخر فيك، وسعداء في وجودك معنا اليوم أنك ضيف وطن وحرية. كنا معكم مستمعين مشاهدين في هذه الحلقة ذات الطابع المختلف، طبعا هذا الطابع الذي لا يشبه إلا العزة والكرامة والحرية، برفقة هذا المناضل الحر محمد زغلول أبو فيروز، وبرفقة من رافقني في هذا البرنامج الزملاء في وطن وحرية، رشا حسونة، خالد نجاس، محمود معطان. نحن معكم دائما، أسرانا وشعبنا الفلسطيني على عهد المحبة والوفاء، ونحن نرى في هذه الحلقة أننا ورغم الوجع والدم المسفوك أمام أفراح حرية لن تنقطع، حرية الإنسان وحرية الوطن فلسطين. نلقاكم في حلقة متجددة من وطن وحرية، إلى اللقاء. أسرانا، أنتم نبض الوطن وقضيتكم نبض ضمائرنا. أرادوكم أرقاماً فكنتم المعادلة، أرادوكم أجساداً مفرغة هشة فعانقتم بكبريائكم ونضالكم وعطائكم علياء السحاب، وكنتم للحرية عنوان. وطن وحرية برنامج يقابل الوفاء بالوفاء، ويمنحكم أسرانا منصة للانطلاق صوب الأمل والحرية. وطن وحرية كل خميس الساعة 7 مساء مع عبد الفتاح دولي، ويعاد يومي الجمعة والاثنين الساعة 3 عصرا. يا ظلام سجن خيم، نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى.